السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. معاكم مروة صلاح. النهاردة أنا جايبة لكم مجموعة سلاح التلميذ للصف الثاني الابتدائي سنة تانية. أنا كنت جبت لكم قبل كده قطر الندى، موجود عندي على القناة، وجبت لكم الباهر. أنا جايبة لكم النهاردة مجموعة سلاح التلميذ عشان كل واحد اللي عايز، يعني في ناس بتبقى حابة سلاح التلميذ، في ناس حابة الأضواء، ناس حابة الباهر. أنا مصورة كل المجموعات دي عندي على القناة، يعني اللي بيشوف الفيديو سلاح التلميذ معايا دلوقتي يدخل على القناة وهيلاقي فيديوهات تاني برضو لسنة تانية كتب خارجية تاني. انا صورت كذا مجموعة. يا ريت بس قبل ما تتفرجوا معايا على الكتاب، كل اللي بيتفرج معايا على الفيديو دلوقتي يعمل لايك، يدوس على علامة اللايك ويدوس على اشتراك علشان يوصل لكم كل الدروس بعد كده اللي انا هنزلها مجانا. وتفعلوا الجرس، علامة الجرس، عشان في ناس بقت تبعت لي تقولي انا مش بيجي لي الفيديوهات ليه، مش بندوس بس اشتراك، بندوس على الجرس، علامة الجرس جنبيها كده تخصيص، بندوس على تخصيص عشان هم مش عارفين يعني ايه نفعل الجرس. انا جايبه لكم النهارده سلاح التلميذ في العربي وفي الرياضيات لسنه تانية. سلاح التلميذ الترم ده مميز، في حاجه مختلفه عن الترم الاولاني. الترم الاولاني كان جاي معايا ملحق خاص بالكتاب، يعني كان الكتاب فيه الدرس، الملحق فيه المعاني، وفي تدريبات على الدروس في اخر الكتاب، او تدريبات او اسئله مراجعه او امتحانات، مش امتحانات قديمه، امتحانات زي اختبار كده، مستوى نقيم مستوى الطفل. المره دي الكتاب شامل كل حاجه، سلاح التلميذ داخل فيه المعاني، انا هوريكم دلوقتي، داخل فيه التدريبات في كتاب واحد. احسن ما كان الاول بيبقى كتاب والكتاب التاني نقعد ندور عليه، او نبقى ساعات الاولاد كانوا بينسوه خالص، او نمسك الكتاب ده وندور على الكتاب التاني المعاني فين، لكن ده كله موجود جواه. احنا هنفتح مع بعض كده الكتاب واحده واحده، هنشوف. ده العربي، هو العربي موجود دلوقتي في المكتبات. هو سعره 42 جنيه. ده بالنسبة للغة العربية. نوريكم بس اول الدرس. هو اول حاجة فيه مراجعة على ما سبق دراسته، تدريبات عامة، اهي كل دي تدريبات على الجزء الاولاني او الترم الاولاني او الفصل الدراسي الاولاني، عشان في ناس مش عارفين يعني ايه ترم، في ناس اللي هم مش في مصر، خارج مصر، سألوني قالوا لي يعني ايه ترم. الترم يعني الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني. كل دي تدريبات اهو، قبل ما ندخل في الدرس كل دي تدريبات مراجعه قبل ما ندخل في الموضوع الجديد او المنهج الجديد او الدرس الجديد او الترم الجديد. اول درس عندنا اهو، كيف يعمل العالم. ده اول درس، وده الشرح بتاع الدرس اهو. الموضوع الاول النيل الذي اعرفه. انا عايزه اوريكم بقى ازاي، يعني دي قصه الاستماع اللي هي اجازه نصف العام. عايزه اوريكم بقى ازاي موجود فيه الاساليب، كل المعاني اهو، اللي كانت المعاني موجوده في ملحق لوحده. دي كانت حاجه على فكره، حاجه مش ظريفه، ان احنا كنا نقرا من كتاب وندور، نفتح الكتاب التاني ندور على المعاني وندور على الجمع وندور على المفرد، لكن الترم ده عاملينه بطريقه حلوه قوي. تقريبا حد اشتكى او اللي بيصلحوا بقى العيوب بتاعه الترم الاولاني. فالكتاب حلو قوي، بصوا، ودي التدريبات كلها. انا بيعجبني سلاح التلميذ في تدريباته اللي هي منوعه غير الاضواء. الاضواء بيبقى التدريبات بتاعته بسيطه شويه، بيجيب تدريبات عن الدرس نفسه كتير، ويجيب تدريبات على الاساليب والتراكيب كتير او القواعد. اهي كل دي تدريبات على الدرس، بيجيب تدريبات كتير. بصوا كل دي تدريبات، وبيجيب قطعة كده نقعد نستخرج منها. ده الترم التاني، ده الدرس التاني، لا هو برضو نفس الدرس، كل دي تدريبات عليه. ده الدرس التاني، معرض أحب بلدي. احنا طبعا مش هنشوف الكتاب كله، انا بوريكم نبذه عنه، معاني الكلمات اهي. في بقى حاجه حلوه في اخر الكتاب، بصوا انا هجيب في الاخر كده مع بعض، بعد ما المنهج خلص خالص، شامل ملحق المراجعه، التقييمات النهائيه والاجابات في اخر الكتاب. الملحق اللي كان موجود في كتاب لوحده عملوه في نفس الكتاب، يعني بعد ما نخلص الكتاب نبتدي بقى نقيم اولادنا. اي تدريبات بالاسئله كتير جدا جدا جدا، كل دي تدريبات اهي، كل دي تدريبات. والحاجه الحلوه برضو اللي في الكتاب ان في الاجابات بتاعه الدروس،
علشان لو الام هي بتذاكر لابنها من غير ما ياخد درس ولا اي حاجه خالص، تبقى هي لو في حاجه مش عارفه تحلها الاجابات بتاعتها موجوده من ورا، اهي بيغنيك عن الدرس النهائي. ودي الاجابات الخاصه بالكتاب، كل دي الكتاب الصراحه جميل جدا، اهي كل دي اجابات. واحنا من زمان اصلا متعودين كلنا على سلاح التلميذ، يعني ناس كتير بترتاح له، في ناس بترتاح لقطر الندى، في ناس بترتاح للبير. انا مصوره كل ده على القناه، كل الفيديوهات اللي انتوا عايزينها بتاعه الكتب، كل الكتب اللي انتوا عايزينها قصدي للسنه تانيه او سنه تالته او سنه اولى او كيجي هتلاقوها موجوده، انا لسه منزلاهم. اشتركوا في القناه كمان عشان توصل لكم كل الدروس اللي انا هنزلها بعد كده. ده بالنسبه للغه العربيه سلاح التلميذ. بالنسبه بقى للرياضيات، اهو الجزء الخاص بالرياضيات، سعر الكتاب 34 جنيه، مش عارفه ظاهر ولا لا. تمام الرياضيات نفتحه مع بعض، تعالوا نشوف كده في مراجعه زي سلاح التلميذ ولا لا. انا لسه بفتحه معاكم على فكره، اول مره نفتحه مع بعض. دي كلها مراجعات اهي، اول اسبوع تقييم، كل دي أنشطة عامة، أنشطة على الفصل الدراسي الأول أهي، تدريبات على الترم الأولاني أو الفصل الدراسي الأول، كل دي تدريبات. الساعة، الأطوال، قياس الأطوال للناس اللي مكملش الترم الأول أو مكملوش الفصل الأول وقعدوا علشان الكورونا، هو يعمل لكم مراجعة أهي، نبتدي نحلها برضو أو نراجع مع بعض، حتى الناس اللي خلصت يرفرش كده المعلومات مع بعض، نسترجعها مع بعض. او الفصل الاول، اول فصل النقود، ده اول درس اهو النقود، جايب تدريبات كتير عليه، روعه الصراحه، كتاب مش يعني مشكله بجد، تدريباته حلوه قوي كتير، وبيجيب تدريبات كتير قوي على كل درس. تعال نشوف كده من ورا، في الاخر في مراجعه زي العربي. لسه بنفتح مع بعض الكتاب، انا جربت الترم الاولاني كان جميل. نخلص كده بس اهو، قيم نفسك، تدريبات بقى عامة، امتحانات بقى بعد ما كل أم تخلص مع ابنها الدرس، الدروس كلها، هيا نلعب مراجعة عامة، نلعب بقى، يعني هو معتبر المذاكرة دي لعب، تديهم بقى تيست كده، وتبتدي تحل بقى كل يوم درس، كل يوم مراجعة، أهو تلاتة، اتنين تلاتة، أهو خمسة، خمسة، ستة، سبعة، كل دي تدريبات، امتحانات، وبرضو إجابات الأسئلة موجودة. الاجابات اهي كلها بتاعت الدروس. كتاب جميل جدا، ده سلاح التلميذ، ده العربي ورياضه، كتابين اهم، العربي اهم والرياضه اهو او الحساب. انا الصراحه ما جبتش الانجليزي سلاح التلميذ، بس انا عندي الباهر، كانت المدرسه طالبه من ابني الباهر، اتعودت ايه، اتعودت بقى على الباهر الانجليش، فقلت حبيت برضه اصوره لكم. ده مجموعه الباهر الانجليش، انا ما شفتش سلاح التلميذ الصراحه انجليزي، تعمل هنا كده اهو، ده سعر الكتاب، الكتاب سعره كده مع بعض اهو 40 جنيه، هو الباهر انا منزلها على الصفحه، الباهر بيبقى مبسط وزي ما شايفين كده الخط فيه كبير وواضح عشان ما يعقدش بس الاطفال، جميل جدا. دي المجموعه كلها اللي عندي، يا رب تكون عجبتكم وتابعوا معايا على القناه، انا هنزل برده مجموعه تانية اول ما احصل عليها اصورها لكم على طول واجيبها لكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وزي ما قلت لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الدروس،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.